السلام عليكم احبائي حبيباتي، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بكم بالف خير وعلى خير وبصحه جيده بالدرجه الاولى. الحبيبات ديالي والاحباء ديالي، اليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه جدا. الناس اللي كتطلع لها فراسها الخضار في المرقه ولا ما عليها غير تاكلها التورتيه توجدها رائعه بزاف. هي التورتيه فيها الخضر وفيها الدجاج، نتمنى انها تنال الرضا ديالكم. وشوفوا كي كتجي البنات، والطريقه الانجاز ديالها رائعه جدا، خاصه بالحميات الكيتو والناس اصحاب داء السكري واللو كارب كذلك ونيتال. اللي بغى يعرف المقادير ديال هذه الوصفه اولا ديال هذه التورتيه اولا ديال هذا الكراتان، ما عليه الا يدخل الفيديو ديالي ويتابع معايا ويشوف معايا المقادير وطريقة التحضير. شنو كنحتاج في المحتويات؟ عندي واحد دنجالة كبيرة اللي قطعتها ورقتها في الملح والخل والماء، ومن بعد قطرتها نشفتها. ثلاثة ديال القرع الأخضر مقطعة قطع صغيرة، واحد الكميشه ديال الطماطم السوغيز حيدت لها البذور، منزوعات البذور، جوج بصلات حمر مقطعين شرائح طويله، ثلاثه فصوص ديال الثوم محكوكين، معلقه كبيره ديال سكنجبير اخضر محكوك، نص معلقه صغيره نتاع الابزار، معلقه كبيره نتاع زيتون اسود مقطع شرائح مقطع ديال البيتزا، جوج معالق ديال قزبور ومعدنوس مدقوق، معلقه ديال توابل الدجاج، الملح، صوجة، خل بلزاميك، 300 غرام ديال صدر الدجاج عفوا مقطع قطع صغيره اونتي، القشده الطريه، الجبن ادام وغوده مخلطين عندي انا مبشورين في الكونجيلاتور، الموتزاريلا قطعي الى قطع صغيره، وخمسه البيضات والملح وزيت الزيتون طبيعه الحال اللي القلي الخضر ديالنا. اذا نمر الى طريقه التحضير. الان عزيزتي غادي نمر الى نقلي كل خضره بوحديتها. غنبدا كنقلي قطع ديال الباذنجان. الان عزيزتي بعد ما قليت القرعه والباذنجان حيدتهم ابار، درت البصله، ثومه، صدر الدجاج، طماطم، سكنجبير، الابزار، العطريه ديال السمك، قليل من الملح. دابا غادي ندير صوص صوجا وخل بلزاميك ونخليهم يتقلاو. غادي ندرت جوج معلقة صغيورين ديال صوص صوجا، بغيت نوريها لكم نديرها قدامكم. وهنا خل بلزاميك كيعطي واحد البنة غزالة للدجاج. درت جوج معلقة كذلك مثال صغارين. إذا غادي نخلط المقادير وغادي نخليه يتعرق مزيان تيطيب، وهاني معاكم. انا عزيزتي واعزائي غادي نمروا الى طريقه تحضير تتم تحضير التورتيه ديالنا اولا الكراتان ديالنا. اولا ما يديرهاش، يعني ممكن ما يديرهاش، يدير كاس الحليب ولا نص كاس الحليب، لحكمت على حسب شنو كاين متوفر في المنزل، ماشي بالضروره ديرو بحال كي كندير انا الغدا ديالي كيتوني، دونك كنديرو بالطريقه الكيتونيه. Thank you.
هذاك راه الكمون ديال اللي كاين في الجبن. اذا الان غادي نزيد المقادير ديالي. اذا كل شيء المسائل مقليين ماشي محمرين بزاف. التوابل داكشي اللي درنا في سميتو صافي، ما جا البركه داكشي اللي درنا في سميتو في الدجاج. هذوك هما التوابل، كاين لاش عاد نزيدو لها التوابل. نخلي شويه نديرو الفوق الزيتون كدير لكم نتا شويه ديكور به لا سيرفاس. كتجي طورتيه غزاله البنات. اذا المول ديالي غادي نجيب شويه الزبده، غادي ندهنو بالزبده. الكراتان ديالنا حبيباتي احبائي طاب وجد. الان غادي نقطع واحد البروسو معكم. بسم الله، كراتان ولا طورتيه اللي كما حبيتو تسميوها. فوالا، اذا هاي الطورتيه ديالنا جدات البنات، عامره بالخضار ولا داند والفخوماج ولا موتزاريلا، رائعه جدا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. يلا حبيباتي، الى هنا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم بهذا الطبق الجد رائع ولذيذ جدا. نتمنى انكم تجربوه، قدمته مع الخيار وهذه هي الغديوه ديالي. والله ملك الحمد. ما تنساوش غتلقاو جميع المقادير مع رابط الفيديو في صندوق الوصف. ودائما كنقول اهلا وسهلا بالناس الجدد اللي انضموا الى القناه ديالنا واللي جاوا دازو غير هكا صدفه وفينا وحلوا الفيديو ديالنا. كنتمنى نالوا الاعجاب ديالهم انهم انضموا الى القناه ديالنا كذلك مثال. والناس القدامين هذه الدار داركم، ما تبخلوش علينا بلي كومونتير وبلي جيم باش نزيدو نعطيو اكثر فاكثر. يلا حبيبتي، الى هنا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم اللي هو تورتيه في الفرن اولا غراتان نتاع صدر الدجاج والخضر المقليه في زيت الزيتون كيتونيه بالدرجه الاولى. يلا حبيبتي، مع السلامه.